في نوعية قوانين، وده دايما الناس بتكلمنا فيه، في نوعية قوانين النائب من حقه يقدمها وحقه يقدم أي قانون، لكن في نوعية قوانين يجب أن الحكومة هي اللي تقدمها. ليه؟ لأنها متعلقة بإدارة عملها اليومي. طب والحكومة ما بتقدمهاش ليه؟ ما هي عارفة المشكلة فين. أنا في رأيي أن في جزء كبير جدا من المسألة بيبقى قلق من مواجهة الناس. يعني أنا عارف الصح فين بس مش عايز أعمله عشان الناس ما تصورش. مين النهاردة اللي ساند كل الوزارات كموظفين؟ عارفة مين؟ شباب بيتعلمين كويس قوي، متعينين على برنامج اسمه الأودة. ده برنامج مع الأمم المتحدة، متوفر بقاله 10 سنين، بيعينوا الشباب دي يقول عليه بعقود مؤقتة، وبيتحاسبوا بكي بي آيز، وبياخدوا مرتبات معقولة، مش هقول كويسة، معقولة. ودول الشباب اللي لما بتلاقي كل الوزراء جايين غالبا دول المساعدين اللي بيبقوا معاهم وبتاع، اللي بيعملوا من حاجة وبيقسلهم كويس الأداء، في الوقت اللي هو قاعد جنبه وكيل الوزراء ومدير الإدارة، هو غالبا ما يعرفش أي حاجة عن كل الذي يحدث في الوزارة حواليه. فدي مشكلة أنت محتاج تبص حقيقة. أنا محتاج يا فندم، ودايما بدي مثال، هو ليه كل واحد في مصر عايز يتعين عايز يجيب واسطه؟ طب ما احنا عندنا مثال في مصر معمول من التسعينات، يمكن قبل كده، ما حدش بيلجا في الواسطه. عارف حضرتك نظام ايه؟ الخارجيه. بطرس غالي رحمه الله عليه، دكتور بطرس غالي، وضع نظام لتعيينات الناس في الخارجيه، وهذا النظام ماشي بسيستم ما حدش فيه بيقول انه في اي وسايط. كتير من زمايلنا اللي في اقتصاد العلوم السياسيه قدروا انهم يدخلوا الخارجيه عن طريق هذا النظام. السنة اللي فاتت لما حبيتي تعملي مسابقة للضرائب عملتيها بسيستم، كل الناس أقرت إنه كان سيستم محترم جدا، وفي وأنا أعرف ناس يعني ولاد قيادات كبيرة في الدولة ومسؤولين كبار أولادهم سقطوا في هذا الامتحان. فأنت تقدري، لكن أنت كمان محتاج تبص بشكل واضح. أنا النهاردة بقول للناس أنت محتاج إنك تدفع سعر كل خدمة بتاخدها. مقابل ده أنا محتاج كفاءة في العمل تسمح لي انه البلد دي تتطور لقدام. جزء كبير جدا من مشكلتنا في اداره مواردنا، يعني كتير انا بسمع من الناس، انا راجل ليبرالي وفي حزبنا حزب ليبرالي اجتماعي، كتير من الناس تيجي تقول لك الشركه الكويسه دي، طب ما هي لما اتباعت هي جابت ارباح. ايوه يا جماعه، ما المشكله مشكله اداره، ما هي نفس الشركه، لكن انت ادارتك الاقتصاديه للشركه دي واداريه، الموظف بيجي عايز حاجتين، يطلع ياخد اعلى بوزيشن يقدر ياخده قبل ما يطلع عشان معاشه يكبر، ويطلع بسلام وامان ومحدش يعذبه على حاجه وما يتورطش في مشكله. وبالتالي في مشكله كبيره جدا في اتخاذ القرارات داخل كل الادارات في مصر. ده دايما بقوله، يمكن انا شخصيا بشوف انه ممكن يبقى عندي خلافات كثيره سياسيا وفي اداره الامور في حاجات كتير، لكن هل حد ينكر انه رئيس الجمهوريه الحالي، عارف انا كنت بقول ايه؟ لا كمل حضرتك. انه رئيس الجمهوريه الحالي افضل من افضل الميزات فيه انه عنده قدره على اتخاذ قرار وتنفيذه، محدش يقدر ينكر ده. ممكن نختلف هل القرار ده افضل قرار ولا لا، هل ممكن يتخذ بطريقه، لكن من احد اهم ميزات رئيس الجمهوريه الحالي انه لما بياخد قرار بياخده. انا منتظر ان كل الجهاز الاداري والتنفيذي للدوله يبقى على نفس المستوى على الاقل في اتخاذ القرار، لكن احنا حتى داخل البرلمان بنشوف كتير من القيادات هم كل ما يعنيهم ازاي يعدي اليوم ده بسلام، ويطلع ويعدي مدة خدمته على سلام، ومحدش يرجع له في حاجة ان هو اخطأ في شيء. طول ما الطريقة ماشية كده هتفضل عندنا مشاكل.